بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. طبعا أنا يا حبايبي ما بقدرش أن أنا لو طلبتوا مني حاجة أن أنا ما نفذهاش. في متابعة حبيبتي طلبت مني أن أجيب لها من الساعة يعني ملابس كده حلوة وفي نفس الوقت شيك وأسعارها كويسة. فالحقيقة أنا جيت لكم هنا، أنا جيت قبل كده صورت هنا، بس جيت للمرة التانية أفرجكم على حاجة العيد. عايزة أقول لكم في تشكيلة دريسات حلوة قوي هنتفرج عليها، وفي تيشرتات وفي شميزات، كل حاجة هقول لكم على الوصف بالظبط وعلى العنوان في آخر الفيديو. تابعوني، وقبل ما ندخل بقى يا ريت اللايك والاشتراك في القناة ونبتدي على بركة الله. أول حاجة الدريس ده إيه، مستورد ولا إيه؟ كل دوت مستورد. كل اللي قدام حضراتكم ده أهو، بص دريسات حلوة جدا. المهم بقى المقاسات كلها مستوردة زي ما قلت لحضراتكم. المقاسات إيه قصتها بقى؟ معاكي من سمول لحد دبل إكس. من سمول لدبل إكس. دبل إكس ده يلبس يعني حوالي كده 80 كيلو ولا 90؟ 120 كيلو. والله طب تمام. وريني بقى أول حاجة كده. بصوا يا جماعة ده أول واحد، ده طويل. بصوا ده بقى، دي دريسات العيد بقى. ده زي ما قلت انت في من اول سمول لغايه 2 اكس. بصوا ده منظر برده تاني، انا هفرجكم من بعيد كده. بصوا ده، الله ده طلعه لي ده لو سمحت، اللي هو والاسود. ايوه خليك، ايوه كده تمام اهو. ده ب 170 صح كده؟ ماشي. بصوا يا جماعه ده شكله من بعيد عشان حضراتكم تاخدوا بالكم من الشكل. مشجر كده، في منه كذا لون، واي واحد فيه ب 170 جنيه تمام. تعالوا نشوفوا شكل تاني. ده بقى مقاسات خاصه. دي لغايه كام مقاس خاص؟ لحد دبل اكس. لحد دبل اكس. بصوا يا جماعه برده شكله ده شيفون ده ولا ايه؟ شيفون تمام لغايه دبل اكس. في منه لون تاني ولا هو اللون ده بس؟ لا هو اللون ده بس. لا انا شايفه لون زيتوني. انا شايفه لون زيتوني اهو. بصوا يا جماعه في لون تاني اهو منه. تمام 180 ده. في بقى الدريس اللي جنبه برضو عشان لو حضراتكم عايزين تشوفوه. الدريس ده برضو اسود مشجر، وفي منه ايه، في منه على المانيكان. تعالى اوريكم على المانيكان شكله. ده شكله كده على المانيكان، واسع من تحت كده، وبكم وبحزام، وفي كمان الاكسسوارز بتاعه. ده بكام ده؟ عامل 175. 175. بصوا في واحد تاني يا جماعه اللي مش بيحب الاسود، افرجكم برضو من بعيد عشان تشوفوا شكله. اهو في مثلا حاجه كده اهي. ده مثلا بكام ده بقى؟ ده هو ب 175 تمام. في حاجه تانية مثلا، بس ده بقى سايزات صغيره مش كده؟ ده بقى على صغير. ده ب 160 عشان طبعا ده مقاساته صغيره. عندنا منه اهو اللون البني، وعندنا لون ايه تاني منه؟ على مهلك. عندنا اللون الاسود كمان منه اهو، وزي ما قلنا ب 160. اسعار طبعا ايه، اسعار منافسه. تعالوا بقى نشوف حاجات تانية كمان بتشجيرات تانية. ده مثلا ب 160 اهو. ده برده ده مقاسات صغيره، برده مقاسات صغيره. ده مقاسات صغيره اللي هو باستك ده، دايما بقى طبقتين. بصوا انا عايزه افرجكم على المنظر من الجنب كده. في تفيره كده. ده الحزام بتاعه شيك قوي بصراحه، رقيق قوي. هو معظم الفساتين بتاعتكم بالاكسسوارز بتاعتها احلى حاجه، بس بتتخلع ولا انت دي بتاخدها عادي مع الفستان صح؟ تمام، يعني انت هتاخدي الفستان بالاكسسوارز بتاعك كمان. بصوا يا جماعه في واحد تاني اهو كمان على بني، وفي على لون زيتي، في كذا لون زي اهو. بصوا طويل ازاي اهو، بناتي بقى ده. وفي على كشمير، انا شايفه على كشمير كمان كذا لون، هفرج حضراتكم دلوقتي. بصوا يا جماعه ده برده على كشمير للبنات. بصوا الجمال. بصوا ده كشمير كده برده حسابه 160 تمام. تعالوا نشوف. دخلنا بقى دلوقتي على الدريسات الاقل يا جماعه. في برده ده ب 160، في منه على اسود اهو، وفي منه على زيتي. ده مثلا 160 تمام. ده مقاسات ايه بقى؟ من سمول لدبل اكس تمام. عايزاكم بقى تعملوا خصم حلو بقى لمتابعين القناه. بصوا يا جماعه في حاجه برده كده، انا هفرجكم كده على السريع كده. في حاجه كده ب 120، في منه تشجيرة على بامبي، في منه على على لون تاني احمر، في كذا لون بصراحه اهي. دي شكل ودي شكل اهو من قريب اهو تمام. للبنات اللي سالتني على الدريسات البيزك يا جماعه، موجوده هنا وب 60 جنيه بس. اي في الوان تانية منه ولا هو الكشمير والنبي والاحمر بس؟ لو عايزه بقى كشمير واحمر موجودين، بس ان شاء الله على العيد هتجيبه بقى باذن الله.
في بقى دريسات تانية احنا ده شفناه المشجر، وده لسه بقى ده اللي هو السادة، ده برضو ب120، ده كده يعني سيمبل خالص برضو. طيب لو دخلنا بقى دلوقتي على البلوزات، عندنا هو ده برولو ب60، ده مقاساته ايه البرولو ده؟ لا وان سايز، وان سايز. في منه كذا لون اهو يا جماعة، الوان دي بتاعته، وعندنا برضو على جراي برضو. في بقى بلوزات كده، بلوزات شيفون دي ب100، ورينا كده بقى البلوزات دي. بصوا يا جماعة البلوزات دي ب100 جنيه بس. بصوا يا جماعة شكلها عامل ازاي، شيفون للعيد، شكلها طبقتين كمان، شايفاها طبقتين صح؟ اه طبقتين ب100 جنيه بس. بس مقاساتها ايه الاخبار؟ انا شايفة 2 اكس اهي اللي في ايدك. من سمول، ارفعهم شوية بس محمود لو سمحت، من سمول لدبل اكس. تمام 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 زي الفل. بصوا يا جماعة في برضو بلوزات بناتي ب90 جنيه، يعني سن البنانيت الصغننة بقى على العيد بقى، حاجات بصراحة كلها على قد الإيد وفي نفس الوقت حاجات شيك. هي آخر جمال أهو ب90 أي حاجة فيهم صح؟ تمام. في بقى حاجات تانية بقى، تعالوا نتفرج عليها يا جماعة. عندنا ده بقى زي كده، ده بسوستة، بسوستة أهو، اللي هو الواسع من ورا، من ورا اه، اللي هو بصوا أهو قصير من قدام وطويل من ورا، ده برضو ب100. ده انت عندك حاجات كمان ب50، انا شايفه حاجات ب50 وحاجات كده و55. ايه يا عم بقى، عايزين نتفرج بقى على الحاجات بقى دي. ايه ده، ده بكام ده؟ ده عامل 50 كله على بعضه؟ لا البولورو عامل 50 والبادي البيزك عامل 35. البيزك عامل 35 تمام. البيزك ده مقاسات كبيره ولا في مقاسات صغيره؟ ده فري سايز، بيلبس اي مقاس لحد 70 كيلو، لغايه 70 كيلو. بصوا يا جماعه اهو ده اي برولو في البرولوهات اللي هي القط دي ب50 جنيه بس. في منه رصاصي والفوكي، في منه رصاصي والموف. اه بصوا الالوان بتاعته، كشمير ورصاصي اهو، رصاصي اهو وكحلي، وعندنا اللون ده الموف، ولون الكشمير، وعندنا اللون النبيتي واللون المستردة ده اللي طالع. تمام اهي دي برده حاجات ب50 جنيه. عندنا بقى لو بصينا للحاجات اللي فوق دي، في عندنا لا لسه ده توينز على بعضه، تي شيرت وعليه ال والجاكيت بتاعه، ده ب120 يا جماعه. 130 130. مقاساته ايه؟ بناتي برده؟ فري سايز، فري سايز لغايه 70 كيلو. تمام. عندنا برده حاجه كده للبنانيت بقى ب120 برده، الوانها ايه دي؟ دي في منها الاسود والابيض. في منها الاسود، ممكن تعرفها لنا؟ بصوا يا جماعه في الاسود وفي الابيض، اسود وابيض. تمام، عشان البنات بقى تفرح كده على العيد الكبير ان شاء الله وتجيب لبس حلو. ده هاي ويست ب 85، في منه الوان كتيره قوي، في منه الزيتي والاسود والكشمير. بصوا يا جماعه تحفه برده. تمام تمام. عليه كمان الخيش اللي طالع موضه اهو، دي اللي هي الخيش اللي طالع موضه. في اللي جنبه ده برده عنده حركه كده من على الايد شيفون، وبرده بنانيتي كده، ده ب110 اهو، حاجه كده ده ب110. تمام تمام. في فيست، في توينز جنبه، مش دول على بعض يا محمود؟ لا الفيست هو اللي عامل 100 والتيشيرت اللي تحتيه عامل 90. اه يعني يعتبر 190. بصوا اللي هو ده، في منه الوان ولا دي اخر قطعه ولا ايه؟ بصوا بقى يا جماعه تعالوا فوق، بلوزات بقى، بلوزات ب95، بس انا عايزه اعرف المقاسات. فدي تشكيله برضو، ادي عندنا اهو 120، عندنا 100، عندنا 140، عندنا 100 كمان 90. ده توينز 90 ولا برضو توينز 90؟ بصوا يا جماعه ده توينز 90، في منه الزيتي وفي منه، بصوا كذا لون، لا في المستردة المستردة والزيتي، انا شايفه الزيتي والابيض. اه الاثنين دول تمام، المستردة والابيض والنبيتي. تمام ب90. عندنا بقى حاجات تونيكات للمحجبات مثلا، لحد مثلا بيحب يلبس طويل، بلوزات طويله ماشي. عندنا برضو الاسعار دي، وان شاء الله هيجيبوا برضو موديلات تانية بقى، هيجيبوا ان شاء الله كل ما نيجي هنلاقي حاجات اجدد. هو ان شاء الله المصنع بدا يصنع النهارده، وكل يعني كل الموديلات نازله لنا بكره ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. بصوا يا جماعه ادي برضو اسعار اهي، قلت لحضراتكم عليها. على فكره برضو في حاجه عايزه اقولها لكم، في كمان بنطلونات وفي جيبات. في بنطلونات المقاسات الخاصه ولا للبنات بس بقى وكده؟ في كمان المقاسات الخاصه، في جنس جاي لي كمان هيبدا من اول 45 جنيه لحد 70 جنيه. بجد والله؟ لا تقول لي بقى لو عايز اصوره ان شاء الله. في حاجة باذن الله. بصوا يا جماعه تعالوا بقى افرجكم، ده بيطلع لنا كله. احنا عندنا اسعار هنا بتبدا من 35 جنيه على فكره. الجنسات بقى دي كلها بكام؟ حاجه ليها 90.
كل حاجة لها تسعير، يعني مثلا الأسود ده الباجي ده هو حاجة كده، بصوا ده 130 مثلا، مخربش كده وتقريبا بوي فريند، ده بوي فريند. تمام تمام، هبوريكم حاجات اللي بره، بس هنتفرج الأول على البنطلون. مثلا جيبة جل دي عاملة 80، عاملة 80 جيبة جل. المقاسات أخبارها إيه؟ فري. تمام، دي بقى كل البنطلونات اللي موجودة عندنا. بنطلونات بتبتدي من أول 90، وفي بنطلونات جاية له كمان أقل إن شاء الله. عندنا ده 120، ده 100 الباجي، ده كمان هنا 120، ده كده 65. عايزة أقول لكم بصوا بقى، في كمان هنا معانا جيبات للبنات اللي بتحب الجيبات، وعلى فكرة بتنفع مناسبة تل. الاتنين تل، بصوا يا جماعة تل وتحتيها مشجر كده، بصوا المنظر. دي مقاساتها ايه يا محمود؟ تلبس لحد 120 كيلو، لحد 120 كيلو، يعني اللي تيجي 120 كيلو تلبسها ب 100 جنيه بس، صح كده؟ وتجيب البلوزة بقى من هنا. بصوا يا جماعة، بصوا ده وسعها، لا الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. تمام، 100 جنيه يا جماعة، 100 جنيه. احنا قلنا شفنا الجيبات، تعالوا بقى دلوقتي نشوف كمان ايه التيشيرتات البنات. البنات بقى اللي بيحبوا ايه؟ بيحبوا التيشيرتات. عندنا بقى تيشيرتات من 45 بقى و55، وفي بيزيكات كمان اقل من كده. بصوا ده مثلا منظر اهو، اهو دي حاجه كده، في منها كمان الوانها ايه دي اللي هي عليها قلب، الوانها جراي بسم الله، واسود ومستارده واخضر اهو، او فستقي ده شكله برده. دي ب 45 يا جماعه. في برده حاجه كده، حاجه كده اهي، دي ب 55 برده، دي بكم بقى بس كم وقصيره. في منها ايه بقى؟ هاي ويست، الكحلي والكشمير والرصاصي، كحلي ونبيتي وكشمير ورصاصي. تمام، وفي كمان دي اهي، دي بقى دي برده بناتي برده ب 55، ودي الالوان بتاعتها. عايزه اقول لكم في عنده تشكيله كبيره، في عندنا برده دي كده، ده ب 40 بس، ده ب 40. في منه كذا لون، كشمير ومستارده، بصوا دي برده اشكالها، اي واحد فيهم ب 40. تمام، والبيزيكات بقى عندنا البيزك من 35، بس هو بيلبس يعني مش مقاسات كبيره قوي، صح؟ ودي الجيبه اهي على المانيكان، تعالى افرجها لكم. والبنطلونات اهي، دي الجيبه على المانيكان اللي احنا شفناها اللي هي ب 100. تمام، عملنا كده جوله سريعه. هنا تعالوا بقى اقول لكم احنا فين بالظبط، عشان لما تيجوا. احنا يا جماعه دلوقتي في الساعه، كانك رايحه على السيوف، على سيوف شماعه. تمام، احنا في الساعه، تعالي ناحيه السيوف هتلاقي محل خروج جمال الحلبي، هو في وشه على طول. خروج جمال الحلبي ده مشهور قوي هنا. تمام، يعني انت لو في الساعه قريب ليكي قوي هتقومي داخله، هو المحل هنا. تمام. اتمنى منكم يا حبايبي الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.